أهلا بكم. اتصالات وتحركات مصرية على مدار الساعة في كل المحافل الدولية ومع مختلف زعماء وقادة العالم من أجل احتواء التصعيد المتنامي في قطاع غزة ودفع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عدوانها الغاشم على المدنيين في القطاع. الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحث مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، فيما ثمن غوتيريش الدور الجوهري لمصر بشأن حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار. الرئيس السيسي أكد أيضا خلال اتصال تلقاه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع اتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما حذر الرئيس السيسي من التداعيات الخطيرة إنسانيا وأمنيا للهجوم البري على قطاع غزة. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الوضع في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التي يحتاجها القطاع. ومع شن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعنف موجات الهجوم على غزة منذ بدء العدوان على القطاع، حذرت مصر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على القطاع، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين. أيضا بجانب تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، تواصل مصر استقبال طائرات المساعدات الدولية في مطار العريش، فضلا عن جهود منظمات المجتمع المدني المحلية في تجميع وشحن قوافل المساعدات المصرية إلى معبر رفح. وأكدت الخارجية في بيان أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل سرعة نفاذ المساعدة لغزة، مشددة على أن إجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل نفاذ المساعدة الإنسانية في ظل وجود تشدد كبير في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا موجزا للتحركات المصرية المكثفة والمتواصلة على مدار الساعة من أجل احتواء التصعيد العسكري في قطاع غزة بالتوازي مع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر. شكرا على طيب المتابعة.